بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة مع هذا الدرس في مسائل الإيمان والكفر، ونشرح الليلة بالله تبارك وتعالى في أول المسائل بعد التمهيد الذي تكلم فيه الشيخ في عدة المقدمات. الآن يشرح في أول المسائل. قبل أن نشرع في المسألة الأولى يعني نود أن السؤال الماضية يعني وخصوصا المقدمات المهمة التي هي بمثابة يعني تقدمة لما سيأتي من المسائل، فسنحاول في كل حلقة أن نضع سؤال على الحلقة السابقة من باب تجديد المعلومات لتكون حاضرة معنا. وسؤال الليلة على الحلقة الماضية: أذكر معنى الإيمان في اللغة والشرع وبين الفرق بين الإسلام والإيمان. الهدف من هذا السؤال أن تكون المعاني حاضرة عندك تستطيع أن تتكلم فيها بسهولة ويسر. الإجابة كما يقولون الأكاديمية البسيطة يعني كملخص مما مضى تقول أن الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. في اللغة تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين، وتارة يتعدى بالباء أو باللام فيكون معناه التصديق، قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. في الشرع إذا أطلق يراد به ما يراد بمعنى البر، بمعنى التقوى، بمعنى الدين أو دين الإسلام، يعني يراد به كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال. نحن قلنا أن له شعب بمعنى أبسط، إذا أطلق يراد به جميع شعبه التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا ببساطة. قلنا أهل السنة أجمعوا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، وأجمعوا أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. هذه متون تكون حاضرة عندك حتى لا تنساها. ذكرنا في تعريفات الإيمان في المرة الماضية أن السلف لهم عبارات كثيرة تكاد تكون يعني مترادفة أو قريبة في معناها، لكن كلها يؤكد المعنى السابق أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن العمل من الإيمان وأنه يزيد وينقص. ففسروا هذا مثلا بعدة عبارات، من أجمعها كما قالت الإمام التستري عليه رحمة الله: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فكانهم أرادوا التفسير، قال: قول بلا عمل كفر، قول وعمل بلا نية نفاق، قول وعمل ونية من غير اتباع سنة يكون ايش؟ بدعة، ابتداع في الدين. لذلك عبارات مترادفة في الحقيقة كلها جميلة. لو سئلت عن الدليل على هذا الكلام تستطيع أن تستدل كما مر بنا على مثلا أن الإيمان قول القلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قول اللسان قولوا آمنا، وهكذا آيات كثيرة جدا. الدليل على الزيادة والنقصان: يزداد إيمانا مع إيمانه إلى آخره، ليكن عندك الدليل حاضر. طيب لو
سئلت مثلا عن أعمال الجوارح، ما الدليل على أنها من الإيمان؟ حديث وفد من؟ عبد القيس، حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أو سأله عن الإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ثم أجابهم وذكر فيه بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج والخمس، هذا كله من أعمال الجوارح إلى آخره، فهذا من الأدلة على ذلك. طيب، لو سئلت عن الفرق بين الإسلام والإيمان، سنقول بينهما خصوص وعموم، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي في المعنى، يعني إذا انفرد الإسلام في الخطاب، في العبارة، في مثلا الكتابة، في المدونة، أي شيء إذا انفردت كلمة الإسلام فهي تعني الدين، وبالتالي تجمع الإسلام والإيمان والإحسان، ماشي. وإذا اجتمعت كلمتي الإسلام والإيمان، الإسلام يراد به الظاهر والإيمان يراد به الباطن. تقدر تقول تعريف ثاني بسيط، شريعة وعقيدة، الإسلام شريعة والإيمان عقيدة، إلى آخر هذه المعاني التي وردت عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا ملخص سريع لما تم حتى تكون الإجابة حاضرة، وتعود على أن تأخذ السؤال في الحلقة وتجيب عنه في البيت في كراس منفصل ستحتاجه، لأننا سنجري امتحانا على هذا الكتاب، ومن ينجح إن شاء الله سيجاز وسيسمح له بتدريس الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. الليلة مع المسألة الأولى، الإيمان قول وعمل. قد يقول قال مرت بنا، لا مرت بنا كمصطلح كتعريفات، أما الآن سيتكلم عن يعني حقيقة مسمى الإيمان، سيوضح لك أكثر ويفصل لك المسألة أكثر. المسألة الأولى، الإيمان قول وعمل. يقول الشيخ حفظه الله ونعني به قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فهذه خمسة أقسام، ويمكن القول بأنها أربعة بضم عمل اللسان وعمل الجوارح. طبعا هنرجع كده بسرعة للصفحة الثانية، فيها رسمة اللي هي الخريطة دي، يعني ممكن نعلق عليها بس تعليقات بسيطة، لأن الأخوة يبدو فيها تصحيف في الكتابة تحتاج إلى توضيح. إذا قلنا على قول الشيخ الأول هنا، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان، فهي لذلك أربعة. وإذا أفردنا قول اللسان وعمل اللسان كقول القلب وعمل القلب، يعني أصبح عندنا فرع خامس، لكن هذا يعني اختلاف اصطلاحي ولا مشحة في ذلك من العلماء، من يعتبر أن اللسان جريحة وهو من الجوارح، وبالتالي لا يخص إلا القول، لأن القول من أصل الإيمان اللي هو نطق بالشهادتين، وباقي أعمال اللسان كقراءة القرآن والدعاء والمعروف عن المنكر والحلف إلى آخره، هذه تكون ضمن يعني أعمال الجوارح. فالمسألة يعني الخلاف فيها يسير وهين إن شاء الله، لكن الذي أردت أن أعلق عليه هنا أنه ذكر في هذه التقسيمة أن قول القلب وقول اللسان وعمل القلب هذه من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة أنها تدخل في أصل الإيمان، ثم ذكر أن المال الأربعة فيها خلاف ساغ معتبر، وسقط منه لا أدري سهوا أم يعني ما الذي حدث، ترك النواقض، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة معلوم يعني من الأصول القوية جدا، اكتبوه يعني ضعوا ترك النواقض القولية والعملية والاعتقادية أصل من أصول الإيمان. نرجع إلى كلام الشيخ، فقول القلب معناه الاعتقاد والتصديق واليقين، وممكن تحط بين كلمة اليقين والمعرفة الإقرار لعلها أيضا. ترك النواقض هو هل هو فعل ولا ترك؟ مسألة خلافية أيضا، لكن نحن نضعه في أصل الإيمان، لكن في أقوال معتبرة أنه من 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 عمل الجوارح. نعم، جزاك الله خير. طيب، يبقى معناه الاعتقاد والتصديق واليقين ضع والإقرار والمعرفة بالله عز وجل، وما يتفرع عن ذلك من التصديق واليقين.
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الألفاظ العلم والمعرفة والاعتقاد والتصديق وقلنا والإقرار واليقين، رغم تفاوت يسير بينها هي شبه مترادفة، فالإنسان يعلم أن لا إله إلا الله، ويعلم ويؤمن بالملائكة، ويوقن بوجودهم وصفتهم وحقيقتهم وحقيقة عبوديتهم لله عز وجل، ويؤمن بالكتب ويصدق بها، ويعلم في قلبه أن الله أنزل كتبا وضمنها كلامه وأنها حق، ويعلم صدق الرسل ويوقن بصدقهم. وهذا قول القلب، وهو ركن في أصل الإيمان بلا شك، بمعنى أن وجود الإيمان يتوقف على وجوده، وينعدم الإيمان بزواله. فمهما عمل الإنسان من عمل فلا يكون مؤمنا ما لم يوقن بقلبه، يعني ويصدق ويعتقد ويقر كما سبق وبينا. إذن يا إخواني، أول شيء يتكلم فيه الشيخ قول القلب. قول القلب كما قلنا المعاني مترادفة وهي يعني كثيرة عن السلف، لكن تستطيع أن تختصرها، يعني بمعنى قول القلب اعتقاده، إقراره، تصديقه، اعترافه، كل هذه معاني تصح. يقينه، طيب فيما هذا قد ينسحب على كل أركان الإيمان لو أردت، في الله عز وجل، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في القدر، في اليوم الآخر، في القدر خيره وشره. لابد أن يكون هذا الأصل موجود. بزوال هذا الأصل وهو الإيمان جملة بهذه الأركان، يعني التصديق بها، الاعتقاد فيها، اليقين، الإقرار بها على الجملة، هذا أول أصل من أصول الإيمان، أول أصل من أصول الإيمان. نعم. أما قول اللسان فهو نطق الشهادتين، وأن ينطق العبد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا قول اللسان. إذا قسمنا الإيمان عند تفسير المعنى، يعني معنى القول والعمل، إلى أربعة أقسام، إذا نقول قول القلب وقول اللسان، ماشي، وندع عمل اللسان للجوارح، ماشي يا إخواني، ننتبه. وقدمنا القول أن القول أصل من أصول الإيمان الذي يعنى به النطق بالشهادتين. ويفصل الشيخ يقول: وأصل الإيمان في هذا القول شهادة أن لا إله إلا الله، ومن بلغه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لزمه أن ينطق بذلك، وإلا لم تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن يتصور وجود شيء من الإيمان إذا نطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله ولا يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لعدم بلوغ خبره وبعثته، كي يكون ذلك قبل مبعثه مثلا. فهذا الإنسان الذي شهد أن لا إله إلا الله ولم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فهذا يكون مؤمنا عنده، مؤمنا عند الله عز وجل، وعنده أصل الإيمان، لأنه نطق بكلمة التوحيد بخلاف من أبى. المعنى هنا يا إخواني انتبهوا، يعني هو يقصد لو أننا في الفترة ونطق يعني العبد بشهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، فهمها من بعض الكتب السابقة، توارثها عن أبائه وأجداده، كلمة التوحيد من الحنفية السمحة، هذا عنده أصل الإيمان. لكن متى بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن ينطق بها، وإلا نقض الشق الأول من الشهادة ولا تنفعه. يقول مثلا أن يشهد أن محمدا رسول الله وقد بلغته، مثلا من أبى أن يشهد أن محمد رسول الله وقد بلغته فهو كافر، أو لم تبلغه وكان يشرك بالله يصرح عبوديته لغير الله، كمن يعبد الملائكة مثلا، أو المسيح، أو عزير، أو الأصنام، أو غير ذلك، ولو لم تكن دعوة الرسل قد بلغته فهو كافر ليس بمؤمن، وإن كان غير معذب حتى تبلغه دعوة الرسل أو دعوة الرسل. المعنى هنا يعني حتى لو تلفظ بها ولكن تلبس بشرك يناقضها فهذا لا تنفعه، لكن لو نطق بها
ولم يبلغه خبر الرسول هو عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان وعند الله مؤمن، إذا مات على هذه الكلمة ولم ينقضها بشيء من نواحيها. يقول: فهنا مسألتان، مسألة الإيمان والدين ومسألة الوعد والوعيد، ولا يشترط أن يكون هناك تلازم تام بينهما، فقد يحكم على إنسان بالكفر وذلك أنه يشرك بالله وإن لم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التوحيد أو النهي عن الشرك، ولم يأته رسول ومات على ذلك، ثم أنه يمتحن يوم القيامة ولا يدخل النار حتى يمتحن. يعني قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يحكم له بالإيمان لأنه لم يعلم أنه لا إله إلا الله، ولم ينطق بلا إله إلا الله، ولكن لم تأتي دعوة رسول، فلذا يمتحن يوم القيامة من يأمره الله عز وجل بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. وذكر يعني الحديث في الهامش، وحديث مهم في الحقيقة لأهل الفترة لأصحاب الأعذار في النطق بالشهادتين، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق يعني مجنون، ورجل هرم طاعن في السن وصل لسن الخرف يعني، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، لم يسمع. وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يقذفونني أو يقذفونني بالبعر يعني كما يحدث مع المجني. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقه ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ولم يدخلها سحب إليها. صححه الألباني في الصحيح. يعني هذا اختبار يجرى يوم القيامة لأمثال هؤلاء، لمن لا يسمع بخبر الرسول يعني، وللأحمق، وكذا للطاعن في السن الذي دخل في سن الخرف، وكذا لهذا الذي يعني قلنا الذي لا يعقل شيئا. يقول: أما عمل القلب، انتقل للأمر الثالث ثالثا، عمل القلب يعني تكلم عن قول اللسان وعن عمل وعن قول القلب، والآن يتكلم عن قول القلب وقول اللسان، يتكلم عن عمل القلب. قال: فهو حب الله عز وجل والإخلاص له، الحب لأجله وفيه، وكذا البغض لأجله، والرجاء والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر ونحو ذلك. يبقى إذن عمل القلب أو الأعمال القلبية: الإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل إلى آخره، هذه أصل من أصول الإيمان كما سيأتينا التفصيل. لكن اللفتة المهمة: أصلها أصل، يعني أصل الحب، يكون عنده أصل الحب، أصل الخوف، أصل الرجاء. طيب لو زال الحب من القلب الكلية زال بزواله الإيمان، لو زال الخوف من القلب الكلية زال بزواله الإيمان، لأن هذه أصول لابد أن تكون موجودة، والأصل فيها يعني معلوم بدايته، ثم الناس يتفاوتون في قدره كما وكيفا كما سيأتي إن شاء الله. يقول: فأعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق والعلم واليقين. هذا للتفريق بين قول القلب وعمل القلب. فكون المرء يعلم مثلا أن فلانا هو أحمد أو محمد هذا شيء، وكونه يحبه أو يبغضه فهذا شيء آخر. يعني الشيخ يضرب مثال: هذا شخص يسمى محمد أو أحمد، أنت تعرفه وموقن به باسمه وتراه أمام عينيك، عندك يقين أن هذا أحمد وهذا محمد،
طيب هذا قول القلب. طيب لو سألناك عن حبه أو بغضه تقول أنا أحبه، إذن هذا عمل زائد على مجرد المعرفة أو الإقرار بأنه أحمد أو التصديق بأنه أحمد، إذن أنت زدت شيء جديد، حب أحمد أو بغضه، وهذه المقصودة هنا. وكونه يحبه أو يبغضه فهذا شيء آخر، فنحن نعلم تماما ونوقن بكفر أبي جهل وفرعون ونحن نبغضهم، فالإقرار بكفرهم شيء وعمل القلب وهو بغضهم شيء آخر. يبقى البغض زائد على مجرد المعرفة. ونحن نوقن بنبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونقر ونعلم أنهم رسل الله ونحبهم، وحبهم هذا أمر زائد على مجرد التصديق. يعني أنت في الإيمان بالرسل لا نفرق بين أحد من رسله، تؤمن بهم جميعا، توقن في نبوتهم جميعا الذين ذكروا بأسمائهم أو على الجملة، هذا أمر. الأمر الزائد عليه أن تحب هؤلاء، فهذا عمل القلب الذي هو من الإيمان. نعم. يقول: فلو أن إنسانا لم تكن عنده هذه الأعمال القلبية ولم يكن مؤمنا، قال تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فرعون كان عنده المعرفة ولا ما كان عنده؟ كانت عنده، لكن إيش المشكلة؟ جحود القلب. وقال عز وجل عن موسى في خطابه لفرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فكفر فرعون كان لانتفاء عمل القلب بالإضافة لانتفاء قول اللسان، لأن فرعون أبى أن ينطق بلا إله إلا الله إلا عندما عين العذاب ولم ينفعه ذلك. يعني الرجل ما نطق يعني الإسلام إلا لما عين الهلك، وهذا لم ينفعه كما قلنا. أما إبليس فعنده اعتقاد القلب ونطق اللسان. انتبهوا لهذا المثال المهم. إبليس في القرآن يتكلم: ربي انظرني إلى يوم يبعثون، يتكلم، يعلم بوجود العدو ويعترف به وهو يعتقد ذلك. لكن مشكلة إبليس إيش؟ في الإباء، في الاستكبار، هو الذي يعني كفر به وخرج. ولذلك لا ينفعه مجرد قول القلب وقول اللسان، لأنه أبى واستكبر، لأنه فيما بينه وبين الله لم يكن ينكر وجود الله تبارك وتعالى ولا إلهيته ولا ربوبيته، وإنما كان كفره لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكلمة أبى تساوي رد الشر أو رد شرع الله عز وجل، كلمة استكبر تنافي الذل والانكسار والخضوع والانقياد لله عز وجل. فكفر إبليس كان بزوال عمل القلب، فلم يقل الله قط في قصة إبليس إنه كذب أمر الله بالسجود لآدم فضلا عن أن يكذب بتوحيده مثلا، بل ظل بعد كفره يقول: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، ربي مما أغويتني إلا عبادك منهم المخلصين. يعني عنده المعرفة وعنده القول، لكن لما لم يزعن وأبى واستكبر كان هذا هو سبب كفره. فهو ما زال يقر باليوم الآخر ويقر بأن الله خلقه وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو لم يكفر بزوال المعرفة ولا بزوال التصديق الباطن، وإنما كفر بإباه واستكباره. فالذي زال من قلب إبليس بالكلية هو أصل الانقياد، هو أصل الانقياد. فالإباء والاستكبار منافيان لعمل القلب، هو ركن واجب لا يصح الإيمان إلا به، والإباء والاستكبار من أعمال الكفر القلبية. إذن إخواني، لا يكفي مجرد المعرفة ولا يكفي مجرد القول، بل لابد من عمل القلب، لابد من عمل القلب الذي يتمثل كما قلنا في حبه وخوفه ورجائه والإخلاص إليه إلى آخره. وهذا الذي يعني يؤدي إلى الإذعان والاستسلام والخضوع. وإلا فإن أبى واستكبر فهو ينافي ما قال بقلبه وبلسانه.
وأما عمل اللسان والجوارح فهما قسم واحد بارتباط كل منهما بالآخر في الغالب كما في الصلاة. والصلاة في الحقيقة يجتمع فيها كل أجزاء الإيمان، إن فيها تصديقا باطنا ونية لا تصح إلا بها وإخلاص الله تعالى، وفيها عمل اللسان من التكبير والقراءة والتسبيح وغير ذلك من الأذكار، وفيها قول اللسان من الشهادتين في التشهد، وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس وغير ذلك، يعني كل أعمال الجوارح من الإيمان بهذا المعنى. وعمل اللسان والجوارح أيضا يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبذل والصلة والإحسان إلى الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح وأعمال اللسان التي تشمل كلاما غير الإقرار بالشهادة. وإنما لم ندخل قول اللسان مع عمل اللسان لأن قول اللسان والإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، فلو أن إنسانا لم ينطق كلمة لا إله إلا الله ولم يكن مؤمنا أصلا كان كافرا، بخلاف من ترك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أنها من أعمال اللسان لا يكفر بها كما هو معلوم، أو بخلاف من ترك الذكر مثلا فهذا عاص أو تارك المستحب حسب درجة هذا الفعل، ولا يكون كافرا مع وجود خلاف في حكم تارك المباني الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. سنبين إن شاء الله هذا بالتفصيل عند الحديث عن المتفق على أهل السنة والجماعة ما الذي يدخل في أصل الإيمان وما الذي يدخل في كماله الواجب أو كماله المستحب حسب تقسيم الشعب، لأن الإيمان كما في الحديث بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إيش الذي يدخل في الأصل أصل الإيمان والتي يزول الإيمان بزوالها، وإيش الذي يدخل في كمالها الواجب الذي يثاب فاعله وعقبه لم تاركه، وإيش الذي يدخل في كمالها المستحب الذي يؤدي للدرجات العلى ومنزلة المقربين. المسألة الثانية، الإيمان يزيد وينقص. يعني قد يحدث لبس أو إشكال عند البعض، الإيمان يزيد وينقص، نحن تكلمنا فيه على الجملة، لكن نريد أن نتعلم كيف يزيد وينقص الإيمان في قول اللسان، في قول القلب، في عمل القلب، في عمل الجوارح والأركان. يعني نريد تنزيل هذه القاعدة وبيان حقيقة هذا المصطلح. يقول: فقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح كل من هذه الأمور يزيد وينقص. يبقى احنا قلنا أهل السنة الجماعة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، هل تجدون دليلا على أن هذا كان يسحب مثلا على قول القلب فقط ولا عمل القلب فقط ولا قول اللسان فقط ولا عمل الجوارح فقط ولا على كل ما يدخل في مسمى الإيمان؟ إيمان يزيد وينقص. إذن هذه مسألة مهمة جدا لابد أن تكون على معرفة بها تامة. طيب، فزيادة قول القلب تكون بالكمية والكيفية. انتبهوا، هذا كلام مهم جدا للشيخ. فزيادة قول القلب تكون بالكمية والكيفية. طيب، فزيادته بالكمية بزيادة ما يعلمه الإنسان فلا شك أن علمه ومعرفته متفاوتة تتفاوت في الشخص نفسه وتتفاوت بينه وبين غيره، وهذا معنى الزيادة والنقصان. فالإنسان نفسه إيمانه يزيد وينقص، وفيما بين الناس بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أقل من بعض. يقول في الهامش: والمقصود زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل الإيمان، لأنه لا تتصور الزيادة والنقصان في معدوم الإيمان، إن كان بعض الناس قد يكون أكثر من بعض. طيب، فالزيادة الكمية في قول القلب أنه كلما علم الإنسان شيئا من الشرع لم يكن يعلمه وبالتالي يصدق به فصدقه ازداد بذلك إيمانا، كإنسان لم يكن يعلم بعض أسماء الله عز وجل الحسنى أو يعلمها ولكنه لا يفهم معناها
فإذا علمها وآمن وصدق بعد أن كان جاهلا وفهم معناها ازداد بذلك إيمانا، وهذه الزيادة من باب المعرفة والتصديق الباطن. يعني هذا في الحقيقة معنى مهم جدا. يعني مثلا لو قلنا اسم من أسمائه كما ضرب هو مثال في الهامش المقيت مثلا، كما في قوله وكان الله على كل شيء مقيتا، أنت تصدق بالاسم لأنه ورد به الدليل السمعي. لكن لو شرح لك هذا المعنى ووضح لك هذا المعنى وفهمت أنت هذا المعنى وتعبدت الله عز وجل بمقتضاه، هل تستوي مع من يؤمن به فقط بدون معرفة؟ لا شك أن الفرق كبير جدا. الذي يتوسع ويتعلم ويتزود في هذا الباب ويؤدي هذا المزيد من التعظيم والأجلال لا شك أن هذه زيادة، فهذا يختلف عمن آمن به على الإجمال كما هو معلوم. نعم. يقول في الهامش فإنسان لم يكن يعلم أن من أسماء الله تعالى المقيت فسمع قول الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا فصدق وآمن أن من أسماء الله عز وجل المقيت وهو لا يدري ما معنى المقيت فعلم بعد ذلك أن معناها الشهيد والرقيب وقد ازداد بذلك إيمانا. وكل المسلمين تقريبا يعلمون أن الله عز وجل هو الصمد، وأكثرهم لا يعلم ما معنى الصمد، فإذا علم الإنسان أن الصمد أي الذي يصمد إليه ويرجع إليه في الحوائج، وأنه هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، أنه الذي له كل صفات الكمال، وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، إذا علم ذلك ازداد معرفة وبالتالي ازداد إيمانا. فعلا والله إخواني لو إنسان قرأها كذا دون أن يعرف معناها وآخر فهمها على الوجه الصحيح لا شك تعطي زيادة في الإيمان بلا تردد. تقول ذلك أن هذا يختلف عن الذي آمن بها على الجملة ولم يعي معناها. قال ويكون عنده إيمان لا إيمان إيمان بلا إله إلا الله ابتداء بما يثبت به أصل الإيمان والدين، ولا يعلم مثلا الملائكة الذين ورد أسماؤهم في القرآن وما أعمالهم. وكذلك يعني يقول في باب الإيمان بكتب الرسل فمن يعلم أسماء الخمسة والعشرين رسولا الذين وردت أسماؤهم في القرآن ويصدق بهم واحدا واحدا ويعلم أن هناك رسلا آخرين لم يقصصهم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فيؤمن بهم إجمالا يزيد إيمانه بالأنبياء أكثر من شخص آخر لا يعلم إلا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم الرسل الآخرين أو يؤمن بهم إجمالا ولا يعرف أسماء من وردت أسماءهم في القرآن. فهناك تفاوت بين الناس وبين الناس وبين الإنسان نفسه في أحوال مختلفة، فحاله حين لم يكن يعلم يختلف عن حاله حين يعلم. فأصل الإيمان في باب قول القلب هو التصديق بلا إله إلا الله، أما سوى ذلك فيصير شرطا في أصل الإيمان إذا بلغ الإنسان علمه، أو على الأصح في الإصطلاح ركنا في أصل الإيمان. يعني هذه الجملة باختصار مهمة جدا والله يا إخواني، هي لعلها إشارة تربوية لمزيد من طلب العلم، لمزيد من يعني صحبة العلماء، لمزيد من القراءة على يد مدخن أو متعلم على يد شيخ إلى آخره، لأن العلم يعرفك على هذه المعاني أكثر فتزداد بها إيمانا. أنت مثلا كما أشار الشيخ يعني حفظه الله تؤمن بالملائكة إيمان على الجملة بوجودهم أو بأن الله عز وجل سخرهم لخدمتك في هذا الكون، هذا على الجملة. لكن إيش أسماء الملائكة بالتفصيل الذين ذكروا بالدليل السمعي، إيش أعمال الملائكة، إيش قدرة الملائكة، إيش خلقة الملائكة، كلما تتعمق في هذا الباب كلما زاد تعظيما للقارئ سبحانه وتعالى وبالتالي يزداد إيمان، وهذا هو المعنى المراد. كذلك في الرسل لما تقرأ عن 25 الذين ذكروا في القرآن وتتعرف عليهم خلال قصص القرآن وخلال القصص النبوي وتتعرف على معاناتهم مع أقوامهم وكيف كان وكان، لا شك هذا يعطيك معاني منيرة أخرى. غير واحد يؤمن أنه ذكر في القرآن 25 نبيا على الجملة، لا التفاصيل
تعطي بإذن الله تبارك وتعالى فرصة لزيادة الإيمان، وهكذا في كل الأركان بل في كل الشعب في نظري كلما تعرفت. يعني مثلا لماذا تلاد عن الطريق؟ مش من الإيمان ولا إيش رأيكم؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو أن إنسان يعني وجد أذى شوك مثلا شيء يعقد حركة الناس ونزعه من الطريق ونحاه، هذا من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ من الإيمان. لكن هب أنه قرأ في هذا الباب وتعرف على أجر هذا العمل وثوابه عند الله عز وجل، يا ده يبقى حريص يدور وماشي في الطريق عشان يشوف أذى شيء، مش يرمي أذاه على الناس في الطرق كما هو الحال الآن. يعني مع الأسف الشديد كان بعض الأخوة يطلب منا أن نعيد حملة جديدة مثلا عن النظافة وعن حق الطريق وعن حقوق الجيران والأذى المتبادل فيما بيننا كمسلمين. مع الأسف الشديد صورة سيئة، انظر الآن في شوارع المسلمين، انظر إلى مثلا مداخل عمارات المسلمين ومداخل الأحياء والقرى، مشاهد بشعة تدل أننا لا نعرف مكانة هذا الأمر في ديننا. ولو تعلمنا هذه القضية مثلا لما تركنا مثلا المنزل وجوار المنزل والمدخل والطريق العام والطريق الخاص والأسواق بهذه الصورة في الحقيقة التي هي منفرة بكل معاني الكلمة. لذلك نحرص على هذا المعنى المهم. نعم. يقول: وهذه مسألة مهمة، وهي أن أصل الإيمان في ذلك وما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلو أن إنسانا لا يعلم بلا إله إلا الله فلا يكون مؤمنا أصلا ويكون كافرا. أما إذا علم أنه لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن جبريل ملك من ملائكة الله موكل بالوحي، ولم يعلم أن موسى عليه السلام رسول الله رسول من عند الله، ولم يعلم أن التوراة من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ولم يعلم بأن القرآن أنزله الله ولم يبلغه ذلك بعد، فهذا ليس كافرا بل هو مؤمن بإيمانه بلا إله إلا الله، لأنها الوحيد الذي علمها. فلذلك هو دخل في الإيمان بهذا الأصل. وكلما علم شيئا من لوازمها أو ما يعني تأمر به وتنهى عنه كلما ترقى في هذا الباب. نعم. يقول: فإذا بلغه بعد ذلك أن محمدا رسول الله فأبى، أو بلغه أن موسى رسول الله فأبى، أو بلغه أن جبريل ملك من الملائكة فأبى، وأن جبريل ينزل بالوحي فكذب بذلك، أو بلغه القرآن فكذب به، فهو كافر. انتبه، هو في الأصل قال إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ولما لم يكن بلغه شيء غيرها أثبتنا له أصل الإيمان. طيب، لما يأتيه هذه المعاني مثلا الحديث عن الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، الحديث عن الكتب، الحديث عن الملائكة، الحديث مثلا عن باقي الأركان، وأبى أو أصر على التكذيب، لا تنفعه تلك الشهادة التي تقدمت منه وقلنا بها دخل في أصل الإيمان. لكن لما جحد ما أتاه بعد ذلك من العلم بما يلزم فهذا لا ينفعه قولا واحدا. نعم. طيب، فهو كافر ونقض بذلك لا إله إلا الله، لكن كل ذلك لم يصبح شرطا أو لا أو بالأصح ركنا من أركان الإيمان إلا عندما بلغ ذلك الإنسان، وليس شرطا ابتداء. بمعنى إيش؟ لأنك ستقابل من يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد أن يعني تعلم مثلا بكل ما سيأتي بعد ذلك عن الجملة، وهذا في الحقيقة يعني إلزام للناس بما لم يلزموا به شرعا. لكن كلما علم أمرا وبين له لزمه. أما الكلام مجمل في البداية كشرط
للحصول على أصل إيمان فهذا غير موجود وغير مقبول بالكلية، لأنه منافي لحقيقة عقيدتنا كما تعلمنا. نعم. يقول الشيخ حفظه الله: وإذا لم توجد في قلبه لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا حتى إن كان غير معذب، ومن بلغته وآمن بها وإن لم يبلغه شيء آخر ولا آمن بشيء آخر لأنه لا يعرف غيره غير لا إله إلا الله فهو مؤمن ناج عند الله غير مكلف بما لم يبلغه. إذن العبرة بما يبلغه من معناها، وهذا أصل مهم، لأن البعض يشترك في أصل إيمان تفاصيل معينة في كلمة التوحيد وفي الانقياد ونحو ذلك. فالبعض من أهل البدع يقولون: لا يقول الإنسان مؤمنا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة، ولا تكفي المعرفة الإجمالية بها، بل لابد أن يعرف أنواع الشرك، ولازم كلامهم أن يدرس التوحيد من أوله إلى آخره لنحكم له بأصل الإيمان. فحقيقة كلامهم لزوم معرفته أنواع الشرك المختلفة: شرك النسك، وشرك الحكم، وشرك الولاية على حد قولهم. والشيخ هنا يقصد كتاب حد الإسلام لعبد المجيد الشاذلي عفو الله عنه، الذي يعني ذكر فيه هذه الأمور الثلاثة كحد الإسلام: النسك يعني العبادات، والحكم يعني الشرك الحاكمية، والولاية الحب والنصرة وإلى آخره كما سيوضح الشيخ. فهذا شرط لم ينزل به دليل لا من كتاب ولا من سنة، وهذا إلزام للناس بما لم يلزموا به شرعا، وهذا ليس يعني موجودا عند السلف، بل هذا مما أحدثه أهل البدع في هذه المرحلة. يقول: فنرد عليهم قائلين: ولماذا اشترطتم هذه الأنواع الثلاثة فقط؟ بل يلزم على كلامهم اشتراط المعرفة بالشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، لماذا لم تشترطوا ذلك في أصول الإيمان؟ والمراد بها أصل ما لا يثبت الإيمان ابتداء إلا به، وأن من لم يعرفها فهو كافر جاهل. وسيأتي توضيح هذه البدعة والرد عليها إن شاء الله تعالى. يعني هذا الكلام عند أعتقد فرق القطبية التي انشطرت عنها الآن وهي كثيرة، كلها يعني ترجع إلى مصدر واحد. فمنهم من يسمي الناس بالطبقة المائعة لا تشغل نفسك بهم، يعني ومنهم من يتوقف الحكم على هذه الطبقة يقول مؤمن وكافر، وطبقة بين بين يتوقف الحكم لها لا بالإسلام ولا بالكفر أيضا. هذا في الحقيقة تقسيم بدعي ليس عليه أي إثارة من علم. والحق في ذلك كما قلنا أن الأصل في الإيمان أن يعلم أن لا إله إلا الله، ثم يزداد ذلك أي الأصل أي أصل الإيمان فيما بعد بما يبلغه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبة من تفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، بحيث يصبح ما بلغه من ذلك شرطا في أصل الإيمان، أو على الأصح ركنا من أركانه، لو أنه كذب به لكفر. وهذا هو الوجه الأول من وجوه الزيادة، وهو الزيادة بالكمية. إذن ملخص الكلام في الزيادة بالكمية: الأصل بعد النطق بالشهادتين، بعد قول القلب والمعرفة والإقرار والتصديق واليقين إلى آخره كما ذكرنا، يلزم هذا الذي أقر بقول اللسان وقول القلب ووجد عنده عمل القلب والحب والإخلاص والخوف والرجاء، يزداد إيمانه كلما تعرف على شيء جديد من مضمون لا إله إلا الله، مضمون أن محمد رسول الله، يعني الإسلام على الجملة أوامر ونواهي. فكلما عرف شيئا لزمه، وبهذا يزداد عنده بالكمية. أما الزيادة بالكيفية فزيادة اليقين التي تكون بتظاهر الأدلة. قال الله تعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. متى قال إبراهيم هذه الكلمة؟ قال: ربي ها أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا ليس عندي شك،
ولكن يطمح هو في المزيد من الإيمان، في زيادة الإيمان، في قوة الإيمان بتظاهر الأدلة. وشك في دليل واحد، خلاص الله عز وجل يحيي ويميت ويعلم ذلك ويوقن في ذلك، لكن أراد مشاهدة مرتبة أعلى يعني تدل على رقي في إيمانه، لا لشك عنده ولكن ليزداد إيمانا وليتقلب في الأدلة، فهي في هذه الحالة يترقى بها في إيمانه. اسمع، فزيادة اليقين تعني نوعية التصديق نفسها، ونوعية التصديق مختلفة ومتفاوتة في كل أصل من أصول الإيمان الستة. فقد يزول التصديق بالكلية، وذلك يعني زوال الإيمان بحدوث شيء من أمرين: شك أو تكذيب. والخليل لما طلب هل كان لشك أو لتكذيب؟ لا، حاشا أن يكون كذلك، ليس عنده شك وليس عنده تكذيب، ولكن هو طلب المزيد من الأدلة ليعضد إيمانه ليترقى فيه ليزداد بذلك يقينا وإيمانا، لكن الأصل عنده تام. الشيخ يقول: الفرق بين الشك والتكذيب مسألة مهمة جدا، والشك هنا هو الشك المستوي الطرفين، فصاحبه متردد هل حقا لا إله إلا الله أم يعبد غيره معه، وعنده احتمال أن محمدا رسول الله، واحتمال أن يكون رجلا كاذبا فيشك في ذلك وليس عنده يقين بأحد القولين، ومتردد هل القرآن حق أم أنه كتاب مختلق، متردد هل يبعث الناس يوم القيامة أم ليست هناك قيامة ولا بعث ولا نشور ونحو هذا. المتردد يا جماعة اللي هو إيش؟ مش عارف نفسه فين، مرسش على بره، هل الإسلام حق؟ هل القرآن حق؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم حق؟ هل الجنة حق والنار حق؟ هل يوم الآخر على الجملة حق؟ فيه ولا ما فيش؟ فهذا إيش تقولون عنه؟ هذا عنده شك ولم يحسم أمره، وبالتالي هذا ولا شك كافر. يعني زي ما واحد يقول لك إيه؟ والله أنا مش عارف في قيامة وفي آخرة وفي جنة ونار ولا لا، لكن أنا برضو إيه؟ أهو حنعمل صلاة وصيام ونعمل حاجات وطاعات، يمكن يبقى الكلام ده صح. هل هذا مؤمن؟ هذا كافر بالإجماع، بالإجماع طبعا بعد إقامة حجة الشهود في الموعد، لكن يكفر نوعا، ما فيش كلام في كفره، لأنه يعمل لربما يكون، لا لابد يكون عندك يقين أن في يوم آخر وفي كذا وفي كذا، لو تزعزع هذا اليقين فهذا هو الشك بعينه والعياذ بالله تعالى. فهذا الإنسان زال من قلبه التصديق بسبب هذا الشك. قال عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء أناس نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا، لكنهم منافقون لأنهم في ريب، كما قال تعالى: فهم في ريبهم يترددون. وكما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أم ارتابوا. فهذا من النفاق الأكبر والعياذ بالله تعالى الذي أشار به القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يعني مستيقنا بها قلبه. وفي رواية كمان جميلة جدا في الباب، لما كان بلال يؤذن ويبدو أن الصحابة تحادثوا، قعدوا يكلموا بعض كما نصنع نحن الآن، لكن اسمع من الذي كان أراد أن يعلمهم، فقال لهم: من يقول مثل أن يقول هذا يقينا من قلبه دخل الجنة، يردد يعني الأذان خلف المؤذن يقينا من قلبه دخل الجنة. فهذا هو المعنى المراد، يقينا من قلبه. فلكي ينجو العبد يوم القيامة لابد أن يكون مستيقنا، ولكي يكون مؤمنا عند الله وعنده أصل الإيمان لابد أن يكون عنده يقين، فلو كان عنده شك أو ريب فليس عنده أصل الإيمان. وأفضع من الشك والريب التكذيب. يعني ليش؟ لأن الشك يعني الأمر عنده سواء، ماشي، أما المكذب فيكذب
ينكر. فالشك والسواء الطرفين، أما التكذيب فهو أن يعتقد في باطنه خلاف الحق. ولو شبهنا الإيمان ببناء فالذي عنده شك أرضه مستوية لا شيء فوقها من البناء ولا شيء نازل عنها، يعني كجدران مثلا. أما المكذب فمثله كمثل حفرة تحت الأرض، كالذي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو يعتقد أن المسيح إله، فلا لا يتردد في هل الله واحد أم ثلاثة، ولا يتردد في هل المسيح عبد رسول أم إله، بل هو معتقد بالكفر بخلاف الذي يشك. وكذلك الذي يكذب بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بخلاف الذي يشك هل هو رسول أم لا، ولكن لا يكذبه. وإن استوي عندنا هذا المتردد الشاك المتهم، هذا شك كفر بذلك لأنه زال التصديق عنه. والذي يكذب بأصل هذا الأمر أيضا هو كافر. وأهل الكفر طبعا كما تعلمون ليسوا سواء، منهم من هو أكفر من الآخر. فالتكذيب أشد من الشك، وكلا الأمرين ينتفي معهما أصل الإيمان، يعني يزول الإيمان بزوالهما بوجودهما. وكل هذا التفصيل إنما قصدنا منه بيان أن نوعية التصديق نفسها تختلف، وأن أول درجة من درجات التصديق الباطل هي زوال الشك، وبالتالي زوال التكذيب. وبالأولى فبداية الإيمان هي لا إله إلا الله، وذلك إن لم تبلغه الأدلة القطعية بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن المعنى واضح، أن الزيادة بالكيفية كما قلنا، يعني كلما ازدادت المعرفة ازداد اليقين، كلما تضافرت الأدلة كلما ازداد اليقين، وهكذا. لكن أصل هذا هو عدم وجود الشك والريبة ووجود التكذيب. وجود أحدهما الشك يعني والريبة أو التكذيب، هذا ينافي الإيمان، وبالتالي يزول الإيمان بزواله. فنقول إن أولى درجات الإيمان هي تصديق القلب وزوال الشك، أي لا يكون عنده شك في أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أولى درجات الإيمان، فهذه أولى درجات الإيمان. ولكن قد يكون هناك من لا يشك الآن في ذلك، لكن لو أن أحدا شككه وفتنه فإنه يشك ويفتن، فهذا قبل أن يفتن عنده أصل الإيمان، وليس الإيمان الواجب، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. تفسير الآيات: كان بعض الأعراب يدخل في هذا الدين، فإن ولدت امرأته ذكورا وانتجت إبله وانطرت السماء في تلك السنة قال هذا دين خير فيظل مسلما، وإن أنجبت امرأته الإناث ولم تنتج إبله وأمسكت السماء قال هذا دين سوء ويتشاءم به. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء وينقلب. فهذا الرجل حاله بعد أن ينقلب معروف أنه خسر الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: يدعون من دون الله ما لا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. فيها طبعا تفسير للحديث من كلام الإمام البغوي عليه رحمة الله يرجع إليه: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فحال هذا قبل أن يفتن وينقلب أن عنده أصل الإيمان،
لأن الله أثبت أنه يعبد الله على حرف، فإيمانه ناقص وتصديقه ناقص، ليس شكا ولا تكذيبا، بخلاف الذي ليس عنده أصل الإيمان ولم يدخل في الدين بعده. لكن إيمان هذا الذي يعبد الله على حرف ليس هو الإيمان الواجب، والقدر الواجب من الإيمان والذي يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. فلو مات هذا الذي ليس عنده الإيمان الواجب على تلك الحال قبل أن ينقلب ويفتن لمات وعنده أصل الإيمان، فلا يخلد في النار، ولكن لا يلزم أن يدخل الجنة لأول وهلة، بل يمكن أن يعذب في النار ولكنه لا يخلد فيها. يعني هذه إشارة تفرق بين أصل الإيمان وبين كماله الواجب. فلو أن إنسان حصل أصل الإيمان عنده فنحن نقول هذا ليس عنده الإيمان الواجب، ولكنه تحت المشيئة هو لن يخلد في النار كما قلنا، إن دخلها ابتداء سيخرج بأصل التوحيد الذي عنده. أما الذي عنده كمال الواجب فهذا يدخل الجنة ابتداء كما هو معلوم، وفعل المأمور وترك المحظور، وهذا لا شك حقق الكمال الواجب الذي أشر له. نعم. يقول: ونشبه ذلك أيضا بالبناء، فشخص إيمانه ضعيف أقل من القدر الواجب كما ذكرنا، مثله كمثل جدار حديث البناء لم تجف مواده، فلو دفعه أحد أو اتكى عليه لخر لتوه. فكذلك هذا الشخص لو شككه أحد لشك، ولو فتنه لافتتن، كما قال الله عز وجل في بعض المنافقين: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سؤلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي لا أعطوها. فهؤلاء لم يكونوا كفارا في الأصل، وإلا لفرحوا عند دخول المشركين المدينة، وإنما هم سيترددون يسيرا ثم يشركون. من الناس من يكون إيمانه كذلك فتأتيه فتنة فيرجع عن الإيمان. فلذلك قلنا إن أولى درجات الإيمان هي زوال الشك، ولكن لا يشترط أن يكون ثابتا عند الفتن بحصول أصله، بل بحصول كماله الواجب. يعني كأن الشيخ يقول أن أصل الإيمان نعم لن يخلق صاحبه في النار، لكن هو في مهب الريح، كالبناء الذي بني لتوه للسطر، يعني بمجرد أن يتكى عليه أو يدفع ولو من ضعيف أو صغير يسقط. أما لو جفت المواد التي يبنى بها كالمونة مثلا وما شابه ذلك، فلا شك يكون أقوى وأدعى للثبات، وهذا هو الكمال الواجب الذي يعني ينجيك عند الفتن أو يثبتك عند التشكيك فلا تشكك، وهكذا. وهناك من اشتد بناؤه وجفت مواده وتماسكت، فإذا دفعوه لم يخر ولم يتزلزل، فهذا الذي حقق القدر الواجب من الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة لأول وهلة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فإذا فتن لم يفتتن، وإذا شكك لم يشك، ولكن الشيطان لم ييأس منه ولا يزال يأمر في هدم بنائه، فما زال يوسوس له وسوسة الصدر، فيأتي الشيطان إليه في وسوس له في الوحدانية وفي النبوة وفي القرآن في أشياء كثيرة. انتبه، هذه مسألة مهمة في الحقيقة، لأنها يعني قد يلحظها الجميع ويشعر بها الجميع إلا من رحم ربي، ويكره ذلك ويضيق بها ذرعا وليس عنده شك، وإلا لما ضاق به ولما كره الوسوسة. يعني أحيانا يدور الحديث النفس معه في وجود الله عز وجل، في حقيقة الإيمان، في القرآن، في الأوامر وفي النواهي، فيدور هذا الحديث هذا الوسواس، فبعض الناس يجزع ويخاف ويقول: أخشى أن أكون قد خرجت من الإيمان. لا لا لا، أبشر، هذا هو صريح الإيمان، لكن ادفعه بالاستعاذة، بالدعاء، بالذكر، بالانشغال بطاعة، بعدم الانفراد بنفسك، بتجديد معاني الإيمان إلى آخره. لكن هو في الحقيقة يعني صريح الإيمان كما بين صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما سنذكر الحديث. ولذلك لا تقلق من وجوده، ولكن لا تطمئن اطمئنان زائد حتى تهمل نفسك فتزداد هذه الوساوس، فقد تأتي لمرحلة في منتهى الخطورة.
والفرق كبير بين الوسوسة وبين الشك، لأن الشك هذا يستوي عنده إيش المعنيين، صح ولا لا، موجود ولا مش موجود، يعني إيمان وكفر. أما الوسوسة أنت عندك أصل إيمان، ولذلك الشيطان يحاول أن يثنيك أو أن يشككك فأنت تنزعج من ذلك، هذه علامة من علامة الإيمان، هذا دليل أنك لم تقبل ولم ترضى، وبالتالي أنت تسأل وتتحرى وتخاف على نفسك، هذه من العلامات الطيبة. لكني أنصحك إذا وجد هذا حاول ألا تعطي له الفرصة ليتمادى معك، اقطع الحديث، تحول الوهلة الأولى، يعني كما قلنا انشغل بعمل، بطاعة، بذكر، بتلاوة، بذكر، بتسبيح، بتحميد، قراءة قرآن، اذهب لصاحب يعينك على الطاعة حتى لا يتمادى معك. يقول: وكونه يقاوم الشيطان ويستعيذ بالله منه ويسأل أهل العلم ليزيلوا عنه وساوسه التي يضيق بها، فهذا دليل أنه لا يشك وأن عنده الإيمان الواجب، دليل أن عندك الأصل الإيمان الواجب، وبالتالي هو لم يشككك، ولكن هي وسوسة ومحاولة منه. وبعض الناس يجهل الفرق بين الشك والوسوسة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة عندما شكوا إليه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، ما درش أصرح به أو أنطق به كلام كفر، يدور في حديث النفس والوساوس الموجودة. اسمع ماذا قال لهم، يقول: وقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه، يعني حصل؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. صراع، صراع شديد جدا، ويعني دفعه بالسؤال وطلب العلم وصحبة الطيبين دليل على أنه ليس كالشك، ولكن هي مجرد وساوس شيطاني. فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الذي تأتيه الوسوسة فيردها هو مؤمن عنده الإيمان الواجب، يعني يردها، يعني إيش؟ يستعظم ذلك، لا يتصور ذلك، لا يتخيل ذلك، لا يريد أن ينطق بذلك، حتى لما يأتي يسأل يبقى مش قادر يطلع السؤال. هذا لا شك أنه عنده الإيمان الواجب، وهذا وازع إيماني قوي في قلبه، ندعو الله أن يقويه ليدفع عن نفسه هذه الوسوسة. لكن هناك من هو أعلى منه في الإيمان والذي لا تأتيه الوساوس مطلقا، يعني الوساوس لا تأتيه، يعني قوة إيمان قوية جدا، لذلك لا يرد عليه مثل هذا المعنى. والشيخ هنا في الهامش ذكر مثال جميل جدا، أن عمر رضي الله عنه وارضاه أتته مثل هذه الوساوس، وعمر هو من هو، لكن يوجد من لم تأتيه مثل هذه الوساوس، زي مين؟ الصديق رضي الله عنه وارضاه، يعني في صلح حديبية، يعني وساوس عمر هنا ليست شكا في بعثة النبي ولا في التصديق به، ولكن هل أخطأ في قبول هذه الشروط المشرفة الظالمة الجائرة في صلح الحدودية؟ هل هذا أول خطأ خطأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدرت هذه المعاني على نفسه كوسواس، فأراد أن يدفع عن نفسه، فقال: لسنا على الحق ليس على الباطل، يستوضح ليس على وجه الاعتراف. لكن الصديق وردت عليه أبدا، ده لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الوثيقة وتم التوقيع عليها بعد الاعتراضات وبعد سجال وكلام طويل جدا، الصديق انتقل إلى آخر المعسكر ورقد مطمئن وساكن ولا أي انتعاف، مع أن الشروط مجحفة، ماشي. فلما جاءه عمر بعد أن تكلم عليه وسلم يبحث عنه ليتقوى به ليغير عليه وسلم رأيه في هذا لعله اجتهاد وأخطأ فيه، هذا الوسواس الذي جاء لعمر، سيدنا أبو بكر انتفض وقال: إنه رسول الله وليس بعصيه وهو ناصره، الزم غرزه. انت بتقول ايه؟ تش نفسك، هذا مدعم بالوحي من السماء، هذا معصوم، هذا وعد بالنصر والتمكين. قوة إيمان الصديق كانت حائلا يعني بينه وبين الوساوس هذه، مع أنها جاءت لعمر، وعمر من هو؟ لذلك نقول لا بأس إن وجدت، لكن احذر أن تستسلم للمعنى ولا تقاوم،
ولا تحاول أن تترقى في الإيمان حتى لا تأتيك ابتداء. هو ممكن أو ممكن، إن الله على كل شيء قدير، عندك القرآن وعندك السنة وعندك الأوامر والنواهي، والتزم بها واخضع لها وانقاد، ستجد إن شاء الله تبارك وتعالى أنك ترقيت وقلت هذه الوساوس عندك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هناك من هو أعلى منه في الإيمان، والذي لا تأتيه الوساوس مطلقا، فهناك درجات إيمان مستحبة ودرجات تصديق أعلى، والتي سألها إبراهيم عليه السلام وقد كان موقنا ومصدقا وليس عنده شك قط، لكنه كان يريد أن يرى بعينيه، لأن عين اليقين أكمل من علم اليقين، فكان يريد أن يرى بعينيه ليطمئن قلبه. قال تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي في قضية إحياء الموتى. ونبي الله موسى عليه السلام رجع إلى قومه غضبان أسفا، وكان يعلم بإخبار الله عز وجل له أن قومه قد فتنوا، عنده خبر مسبق، وأنهم عبدوا العجلة، وقد رجع إليهم حزينا غاضبا، هو دليل على انتفاء الوسوسة عنه، ودليل على أنه مصدق تمام التصديق بخبر الله عز وجل، وعنده يقين من حيث نوعية التصديق، لكنه عندما رآهم بعينيه يعبدون العجل ألقى الألواح، مع أنه كان عائدا حامل الألواح عارفا في نفسه بما يفعلون، لكنه عندما رآهم ألقى الألواح من الغيظ وازداد غضبا، مع أنه كان مؤمنا بخبر الله، لكن نوعية التصديق تختلف. يذكر الشيخ مثالا حسيا، يقول إذا أخبر الناس ثقة بأنه في المكان الفلاني حريقا فصدقوا، ثم أتى آخر فأخبرهم أنه ليس حريقا إنما هو بعض الدخان، فقد يتزحزح التصديق عند بعضهم، لكنهم يصدقون الثقة الذي أخبرهم بالحريق، وخبر الواحد قد يتزحزح، فإذا أخبر من الثقات اثنان أو ثلاثة أو عشرة لم يتزحزح اليقين، لكن لو أخبره مئة يعني مئة ثقة ثم رآها بعينه فهذا أكمل تصديقا، وهذه هي المعينة. يعني أقول لك لو أن واحد أمين جدا وثقة جدا أخبرك بخبر الحريق مثلا، ثم جاء من يشكك في أنه حريق ولكن مجرد دخان، ثم انظر إلى صورة أخرى، يأتيك واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ومئة يقولون لك أنه حريق، لا شك أن إيمانك سيزداد ويقينك أنه حريق، لكن ماذا لو شهدت بعينك أنت الحريق؟ ستفترق. كما ضربنا لو تذكرون مثال في حديثنا في العبادات القلبية، حديث درجات اليقين، علم يقين وعين يقين وحق يقين، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في هذا مثالا جميلا جدا، يقول لو أن رجلا يحمل علبة مغلقة برطمان مثلا أو علبة مقفولة صفيح، فقلت له ما هذا؟ وهو ثقة، قال هذا عسل، أنت تثق فيه، خلص عسل. لكن ماذا لو فتح هذه العلبة وقال انظر إلى لون العسل وصفائه ونقائه؟ تزداد يقين أن ده عسل ولا لا؟ شفت باب عينك عسل، خلص زدت يقين ده فعلا عسل. لكن قبل التشكيك ولا مش قابل في الأول والثاني؟ قبل أن واحد يقول لك لا ده مش عسل، ده بيكذب عليك، يعني ده شفته بعيني عسل، يقول لك لا ده لونه لون عسل ده غيره مثلا، قبل التشكيك ولا غير قابل؟ يعني النسبة أقل من يقول لك قابل انه يشككك. طيب ماذا لو أخرج من الملعقة وملأها بالعسل وقال ذق طعم هذا العسل الجميل، رحت واخذ المعلقة وشفطها كلها، لو جه حد قال لك ده مش عسل هتقول له ايه؟ انسى بقى، مش ممكن. احنا عايزينك مش ممكن بقى، وعايزين ايه؟ الوصول لهذا المستوى الراقي الجميل في اليقين فيما عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أفتمارونه على ما يرى، انتوا هتكذبوه في حاجات شافها. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر انه يعني ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من اياته من ايات ربه الكبرى، يعني كما راى الجنه وراى النار وراى سدره المنتهى الى اخره، فهم يكذبونه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راى بعينه، يعني هذا كلام مردود. اذا نقول ان زياده قول القلب، قول القلب بالكميه والكفية، معناها اسمع الحتة الأخيرة بل الفصل في المسألة، أن معناها هو يقول
إذن نقول إن زيادة قول القلب بالكمية والكيفية معناها أن هناك مراتب يترقى الإنسان فيها في كيفية التصديق وكميته، يصدق مسألة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع فيزداد معرفة، فقول القلب يزيد وينقص. يبقى إذن الشيخ يؤكد أن قول القلب يزيد وينقص. اللي عارف مسألة واحدة وحفظها ومتقنها زي اللي عارف مسألتين وثلاثة وعشرة ومسائل كثيرة زي بعض يا جماعة، لا شك أن إيمان الثاني غير إيمان الأول، لأنه ترقى ولأنه تزود ولأنه يعني كلما استقبل شيئا بالدليل السمعي كلما ترقى به في إيمانه. آخر حاجة زيادة قول اللسان. إزاي بقى قول اللسان اللي هو إيه؟ اللي إحنا بنعنيه بقى اللي هو أصل اللي هو النطق بالشهادتين، هو ده في زيادة نقصان؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اسمع الكلام. وقول اللسان أيضا يتصور فيه الزيادة والنقصان، فزيادة قول اللسان في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بلغه خبر الرسول فشهد له بالرسالة بلسانه فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبره صلى الله عليه وسلم ونطق بلا إله إلا الله فقط. زي ما قلنا ده اللي ما وصلوش خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده يعني من بعض الكتب من بعض الآثار معنى التوحيد فنطق بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يبلغه خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما بلغوش خبر النبي ونطق بشهادة أن لا إله إلا الله، الناس بتلاقوا أصل إيمان ولا لا؟ متفقين يثبت له أصل إيمان مش كده؟ طيب الثاني ذا شهد أن لا إله إلا الله فبلغه خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فنطق وأشهد أن محمدا رسول الله، زاد عن الأول ولا لم يزد؟ زاد. لا شك أنها معاني مقبولة قابلة للزيادة، يعني حتى قول اللسان قابل للزيادة. وقد يكون في طيات هذا كمان يعني تفصيل آخر، وهكذا في كل تفصيل من تفاصيل الدين يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه يزداد به إيمانا. قال تعالى قولوا أمنا بالله ثم أمرون أن يقولوا ذلك، قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فمن يقول ذلك بلسانه طاعة لقول الله عز وجل قولوا أمنا بالله ويعلم ويقول والأسباط يعني إلى آخره أكمل إيمانا ممن لا يعلم ولا يقول. إذن كلما بلغ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله وفعله ازداد به حينما يقول به يدعو إليه يوضحه يعلمه للناس يزداد به إيمان. نعم زيادة عمل القلب، هذه النقطة الأخيرة في الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه. وكذلك تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغير ذلك ظاهر جدا. يعني بقول إيه؟ بقول دي أظن مفهومة. هل الحب الذي في قلب الصديق لله عز وجل ولرسوله وللإيمان والعمل الصالح كالذي في قلوبنا كحال السلف من قبلنا مثلا؟ أظن المعنى واضح جدا. الخوف مثلا من الله الذي كان في قلب الصديق والفاروق وسائر الصحابة كالذي في قلوب من بعدهم كأمثالنا مثلا؟ لا طبعا فرق شديد جدا. إذن هو مؤشر لكن أصله أصل، والإيمان يزول بزواله. يعني لو ما فيش حب لله في القلب خالص كفر، لو ما فيش خوف من الله عز وجل في القلب خالص كفر، لكن في بس ضعيف يبقى عندك الأصل ماشي. ترقيت يبقى هذا ترقي في أعمال القلوب، أعمال القلوب عندك بتزيد، الحب بيزيد كلما أقبلت على ربك نظرت إلى مثل آلائه ونعمه وأحسانه وستره لك وصبره عليك وحلمه وأعطيك المهلة وإلى آخره كلما ازداد حبك له. وهذا لا شك يختلف عمن لم يمر على ذي المعاني. ولذلك نقول يا إخواني دائما احرصوا على دراسة الأسماء والصفات وتعبدوا الله عز وجل بمقتضاه،
هي السبيل لزيادة الحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل إلى آخره، تترقى بها ومن خلالها. ولذلك الناس يتفاوتون، واحد درس أسماء الصفات وتعلم كيف يتعبد بمقتضاها لله عز وجل كمن لم يدرسها بالمرة، هل الحب والخوف والرجاء في قلب هذا كذاك؟ مش ممكن أبدا، تتفاوت. لكن المتفق عليه الأصل بداية الخوف، الجزء الأول من الخوف الذي به يثبت لك أن في قلبك خوف من الله عز وجل، وكذا الحب والخوف والإخلاص والرجاء إلى آخره. آخر حاجة زيادة أعمال اللسان والجوارح، يعني زيادة الإيمان في أعمال الجوارح والتي منها أعمال اللسان. يقول: وكذلك أعمال اللسان والجوارح تزيد وتنقص، فمن يصلي ركعتين ليس كمن يصلي عشرة، يعني النوافل مثلا الرواتب أو النوافل المطلقة كقيام الليل وما شابه ذلك. فهناك تفاوت في الأعمال، هناك من يصوم يوما ويفطر يوما، وهناك من لا يصوم إلا رمضان، فهناك تفاوت في أعمال اللسان والجوارح. التفاوت ده واضح ولا مش واضح؟ واضح. يعني مثلا قد توفق أنت لقيام الليل وغيرك لا يقوم، قد توفق أنت للصيام الاثنين والخميس وغيرك لا يلتفت، يقول يدوبك رمضان وكفاية. في تفاوت كذلك في عيادة المرضى من أعمال الجوارح، تشييع الجنازة، في واحد يهتم ويحرص ويشارك في هذه الأعمال، تشييع الجنائز، عيادة المرضى، مشفي حوائج الناس، وفي آخر عنده سلبية ولا يلتفت ولا يفكر في هذه القضية ولا تشغله أصلا. فالتفاوت فيها معلوم والزيادة فيها معلومة. بقي يعني أن ننتقل إلى المسألة الثالثة، أعمال الجوارح من الإيمان، وهذه ما سنبدأ بها في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى.